كشفت مجد نجلة الفنان الشعبي عبد العزيز الستتي عن تفاصيل خاصة بعلاقتها بأسامة التي تكللت بزواجه. وأوضحت ابنة ستتي في تصريح لصحيفة مغربية أن علاقتها بأسامة بدأت أيام الدراسة بقولها: كان يدرس معي وجمعتنا علاقة حب جميلة. وأضافت مجد أن والدة زوجها كانت صديقة والدتها، وهو الأمر الذي سرع في خطبتهما وتكللت علاقتهما بزواجه. من جهته عبر أسامة عن حبه لنجلة ستتي وتقديره لها وفرحته بعقد قرانه عليها، مضيفا بقوله: لا أستطيع العيش يوما بدونها. واحتفل عبد العزيز ستتي بحفل زفاف ابنته مجد يوم الخميس الماضي بإحدى قاعات الحفلات بالدار البيضاء بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام، كان أبرزهم رشيد العلالي وسعيد شرف وعبد الرحيم السويري وشيخة راكس ويونس البلمني وآخرين. Thank you.
قدرتي يا رب، ندخل نحيا في قدرتي يا رب.